المتحف العسكري الوطني هو خلاصة لتاريخ تونس العسكري منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذا، وهو منظم بطريقة تاريخية بحيث نمر تباعا عبر القاعات من التاريخ القديم، تاريخ قرطاج والعهد الروماني، وحتى نصل إلى تاريخ الثورة التونسية. وسنقتصر اليوم على زيارة القاعة العثمانية والحسينية. وارتبط تاريخه العسكري خاصة منذ تولي أحمد باي الحكم سنة 1837، حيث اتخذ منه ثكنة للخيالة باعتبار أنه أحمد باي يعود له الفضل في إنشاء أول جيش تونسي حديث. المخطوط اللي قدامنا هو مخطوط تكتب سنة 1871، مهم ياسر في فترة الصدق بي، كتبوه ثلاثة ضباط عسكريين موسيقيين ومدني. الكتاب ده يعتبر بالنسبة لنحن الموسيقيين أول مدونة موسيقية بالترقيم الموسيقي الغربي بالنوتة، بالنوتة بالسولفيج. مزهر لحن قطعة خاصة اسمها مارش تركي، مارش تركي، والقطعة دي مسموعة عند أغلب الموسيقيين خاصة اللي يعزفوا آلة البيانو. باش نزور منها شوية. تيرا ترا ترا تيرا ترا 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 ترا. بالصدفة يعني محدثكم هو سليل هذا الحضور، هذا التاريخ، هذا التاريخ أو هذه الذاكرة المشتركة بين يعني تركيا وتونس، باعتبار أن الجد الأعلى تركي قد اقترن بتونسية من أصول أندلسية. منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول التي تحتوي على العديد من العائلات التونسية التي لا تزال تستقر في تلك المدينة، وقد قابلتهم في فترات سابقة ويذكرون ذكريات، يعني عن ذكريات ليس هم ذكريات، يعني ذكريات آبائهم وأجدادهم عن تونس والرغبة في هذا التواصل الثقافي والتاريخي بين البلدين. يعني كما تشاهد نحن تقريبا في على البحر، نرد ذلك يعني في وسط البحر، ومعروف يعني هذا التفاعل خاصة مع التبادل التجاري. والرياس الرأس المركب، رياس المركب هم رياس اشتغلوا في الأصول العثماني وحملوا السنجاق العثماني، هم رياس خاصة مثلا من جزيرة قرطن. لو نأخذ مثلا محمد سليمان بن سليمان مثلا من جزيرة قرطن، وكانوا يعني يعبرون المتوسط من تونس الى الى الى, إلى تركيا. Yeah.
الحضور التركي في البلاد التونسية هو ليس حضور يعني إن أردنا ذلك لا يمكن أن نقارنه مع الحضور الفرنسي مثلا أو الحدث الاستعماري مع الاستعمار الفرنسي. هو حضور تواصل لمدة طويلة كان له تقريبا أكسب وألبس البلاد التونسية يعني حلة تركية في هذه الفترة، ولا يمكن أن ننكر هذا التأثير التركي التأثير العثماني أكيد بصمته إلى اليوم. وأكبر دليل على ذلك نحن اليوم في يعني في معلم تركي معلم عثماني، نحن مع في جوهر الحضور العثماني بالبلاد البلاد التونسية. ما هي سلبيات هذا الحضور؟ ما هي إيجابيات هذا الحضور؟ التاريخ هو يحكم على ذلك. نحن الآن في معلم القصبة بمدينة باجة، هذا المعلم الأثري والتاريخي البيزنطي العثماني الذي يعود تأسيسه إلى سنة 533 للميلاد، بناه الكونت باولوس يعني على إثر إحياء مدينة باجة بعد التخريب الواندالي، ليتسع لاحقا لجند الشام أي الحامية العربية الأولى كما يقول اليعقوبي، ثم يتحول لاحقا مع الغالبة فالفاطميين إلى مقر الحاكم العسكري للمدينة. ستتحول هذه القلعة مع العهد العثماني بشكل خاص إلى موقع دفاعي متقدم بالنسبة إلى مدينة تونس باعتبار وقوعها في طريق الغزوات القادمة من الغرب ولا سيما من قبل الوجق الجزائري. لذلك سيقع تدعيم تحسيناتها الدفاعية مع قلعة الكاف لتسمى لاحقا بالبرج أو بالحصار، ويستقر لها الاسم الحالي وهو القصبة. نحن بموقع أثري يعود إلى الفترة العثمانية، يعود إلى أواخر القرن السادس عشر، وهو شاهد تاريخي على الحضور العثماني بجزر قرقنة. هذا الحضور يعني كان بطبيعة حال في إطار ما حصل من الصراع بين الإسبان والإمبراطورية العثمانية، والحضور العثماني إذن كان مركز أساسا في هذا الموقع ما يعرف ببرج برج الحصار نسبة إلى الموقع الأثري، ويعني يتميز بتنوعه ويعتبر المقر الرسمي للممثل الدولة العثمانية بجزر قرقنة. بدأنا نتحدث عن وجود العثماني بتونس قبل سنة 1574 وهو الاستقرار النهائي، لكن كانت هناك بداية 1535 وعند وجود الحملات الإسبانية التي كانت تهدد السواحل المغاربية بصفة عامة. الحضور العثماني في الحقيقة كان مبكرا وقبل حملة سنان باشا بما لا يقل عن 70 سنة، يعني نسجل حضورا للأخوين خير الدين بربروس وعروج في يعني في تونس. استدعته بالضرورة طبيعة العلاقات الصراعية في المتوسط بين الدولة العثمانية من ناحية والدولة الإسبانية من ناحية ثانية. الجزائر بطبيعة الحال التي تم عثمانتها حسم الصلاح المؤرخ عبد الجليل التميمي سنة 1518، ثم تلتها إيالة طرابلس الغرب وهي ليبيا حاليا سنة 1551، لتكون المرحلة النهائية لتشكل وتوحيد التراب العثماني في الجهة المغاربية بتحديد إيالة تونس وعثمانتها سنة 1574 على يد سنان باشا. هذا الحضور قد اصطدم برغبة السلطة الحفصية في ممارسة نفوذها، مما استدعى التفاف السكان حولها والتفاف العلماء
وكلنا يذكر هنا حادثة تصدي سكان ربض باب السويقة لخير الدين بربروس من ناحية، ومن ناحية ثانية الموقف الذي اتخذه أحد علماء الملكية مع النخبة الملكية وقتها وهو العالم مغوش في رفض الحضور التركي، يعني على أساس أنه لم يكن حضورا في إطار التضامن الإسلامي وإنما كان حضورا غازيا. كان هناك سببين أو عاملين، هناك السبب الخارجي والسبب الداخلي. فيما يتعلق بالسبب الخارجي، هو الصراع بين قوتين عظيمتين وهي الإمبراطورية الإسبانية وحلفائها الأوروبيين التقليديين ثم الإمبراطورية أو الخلافة العثمانية، وكل كان يحاول السيطرة على الموانئ الساحلية والاستحواذ على ثروات البلدان المغاربية. هذا السبب الرئيسي، أي السبب التجاري. السبب الثاني وهو السبب الخارجي هي تعلة العامل الديني، أي محاولة العثمانيون التصدي لكل ما هو غزو أو احتلال مسيحي من قبل الدول الأوروبية بقيادة شارلوكا وحمد شارلوكا، أي الإمبراطور الإسباني. حضور سنان باشا سنة 1574، هذا الحضور في حقيقة كان مطلوبا من موقع أن البلاد كانت قد وقعت تحت الاحتلال الإسباني بعد حملة شارلوكان سنة 1535، وارتكاب الأسبان في هذه الفترة لتجاوزات هيكلية في حق السكان وفي حق البلاد وتحويلهم البلاد إلى محمية إسبانية. هذه المحمية كانت تتطلع إلى التحرر. نذكر هنا جهود مثل الحركة الشابية وجهود الزاوية الغريانية، ولذلك حينما قدم سنان باشا إلى تونس وجد أرضية مناسبة من ناحية، وجد معاضدة من بعض القبائل العربية كقبيلة دريد وقبيلة المحاميد، فضلا عن يعني الإسناد الطرقي، بحيث يعني وقع الترحيب بهذا الحضور من موقع أنه كان حضورا محررا من يعني مستعمرا. بالنسبة للأسباب أو العوامل الداخلية، وأهمها ضعف الدولة الحفصية وتحالفها مع القوى الإسبانية ومع سياسة شارلوكان التي كانت تعتني أو تهتم بنسف أو إبعاد كل وجود عثماني، كما نقول وجود إسلامي في المنطقة والتصدي له. ثمة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. يعني الأسباب غير المباشرة هي الصراع العثماني الإسباني على السيطرة على الحوض الغربي للمتوسط، وموقع تونس المتوسط يعني في البحر المتوسط، ومن ثم موقعها الاستراتيجي وأهمية السيطرة عليها كبوابة للسيطرة على يعني الحوض الغربي. نؤكده هو وجود جيش عثماني ضخم بالإيالة التونسية الذي أتى ووفد مع الوزير سنان باشا، وكان عددهم يتراوح ما بين 3000 و4000 عسكري انكشاري. ولتبسيط الأمر بالمعنى انكشاري، وهو كلمة تركية عثمانية يعني تشاري،
المقصود به الجيش الجديد، وهو الجيش النظامي العثماني الذي يتكون من أفراد غير أتراك صرف. هناك الأناضول، هناك من بلقان، هناك أفراد من الإيالات الأخرى، من بغداد إلى آخره. وكانت هذه العناصر الأوروبية والعربية هي المكونة الأساسية للعسكر الذي وفد إلى البلاد التونسية سنة 1574، ثم امتد هذا العدد وتوسع في فترات لاحقة. الوثائق المتعلقة بالفترة العثمانية الأولى بالقرن السادس عشر يعني تشكل نوعا من منطقة الظل. نحن نشهد في مصادرنا التاريخية التونسية يعني نقطة ضعف مصدرية متمثلة في غياب هذه المصادر، ذلك أننا بالنسبة للقرن السادس عشر نرجع جزئيا إلى ابن أبي الدينار في كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، لكن الإشكال في هذا المصدر هو أنه يعتمد بالأساس الذاكرة والرواية الشفوية، والمصدر السابق يعني له هو الزركشي في كتاب تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، ويقف بالوقائع في حدود أواخر القرن الخامس عشر، بمعنى أنه باستثناء يعني بعض المصادر الأخرى الرديفة كالوثائق الأرشيفية العثمانية أو وثائق الفاتيكان على سبيل المثال، وما يسمى بكتب المناقب كمناقب أبي الغيث القشاش وكتب النوازل كأجوبة عظوم، يعسر أن نقف على مصادر تعطينا المعطيات بالدقة المطلوبة، ذلك أن هذه المصادر جميعا تقريبا باستثناء حدثين هامين عسكريين هما حملة شارلوكان على تونس سنة 1535، والحملة الثانية وهي حملة يعني سنان باشا سنة 1574، لا نجد مادة مصدرية دقيقة من شأنها أن تسلط الأضواء بدقة على يعني الحضور العثماني في تفاصيله الدقيقة. حضور بين أخذ ورد، يعني بين التواصل ثم تراجع، ويتنازل ذلك بطبيعة الحال دائما مع الحضور الأجنبي بالمتوسط بشكل عام، والهجمات التي كان مثلا الهجمات سواء من مالطا أو كذلك من إسبانيا إلى آخره، كان يعني هو الذي يفرض إجبارية الحضور العثماني ومقاومة هذا الحضور الأجنبي والصراع على السيطرة، السيطرة على الحوض الغربي نردنا ذلك المتوسط. يعني هنا الحضور العثماني دائما ارتبط بهذه الغزوات أو الهجمات القادمة من الضفة الشمالية المتوسط، والحضور العثماني بطبيعة الحال ليست كلها فترات يعني صدام، فترات كذلك فترات سلم مع العثمانيين يعني في مجال إيالة تونس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وحضورهم بعد البحر يعني تواصل حتى في المجال يعني الحضري والمجال بقية المجالات، وخاصة على مستوى العمارة وتدخلهم وتأكيد حضورهم وتغييرات معمارية أو تقريب فترة عثمانية عرفت بي يعني بازدهار عمراني إن أردنا ذلك. الباحثين والمؤرخين التونسيين يختلفون في هذه المسألة، لكن بالنسبة للدراسات الرسمية الجامعية تؤكد على أن الوجود العثماني بتونس كان مع دخول الاستعمار الفرنسي 1881، لكن هناك من يرى أن وجود العثماني بين ظفرين التركي أي العائلة الحسينية قد تواصلت حتى بعد الفترة الاستعمارية من خلال عدد من البيات. يمكن أن نقسم الحضور العثماني في إيالة تونس إلى فترات أساسية ثلاث. الفترة الأولى هي فترة البشوات، نعم، تمتد من 1574 إلى 1591، كان الحاكم فيها يعين رأسا من الأستانة أي إسطنبول وهو الباشا. والفترة الثانية هي فترة الدايات التي ستنطلق مع يعني عثمان داي تقريبا سنة 1591 أو 94، وستستمر إلى سنة 1631 مع الداي الثاني بعد عثمان داي وهو يوسف داي. بعد ذلك سنمر بالتدريج إلى الفترة الثالثة التي سيحكم فيها البلاد البيات بصعود الباي ومنصبه في الأصل هو منصب ليس عسكريا وإنما منصب إداري إلى المركز الأول في سياسة البلاد. في مرحلة أولى بتقاسم الأدوار بينه وبين الداي، وفي مرحلة ثانية باستلامه للسلطة بشكل نهائي وتحويل سلطة الداي إلى سلطة شرفية. سيحدث هذا مع يعني مراد كوسو مؤسس الدولة المرادية التي ستستمر إلى سنة 1702، وسيقع استئناف هذا مع الدولة الحسينية التي أسسها كما هو معلوم حسين بن علي سنة 1705، وهي السلالة التي ستستمر في حكم البلاد إلى سنة 1957 تاريخ إعلان الجمهورية. يمكن تقسيم الحكم العثماني بتونس إلى أربعة مراحل أساسية.
هناك المرحلة الأولى هي الحكم العثماني الأول والمباشر وهو حكم البشوات، يمتد من سنة 1574 إلى سنة 1591. بالنسبة لسنة 1591 هي سنة مفصلية، لماذا؟ لأن العسكر الانكشاري الذي تحدثنا عنه آنفا قد قام بثورة ضد كبار الضباط الأتراك وفصلوه مع الحكم، وكانت يطلق عليه بواقعة البلقبشية، وكانت تلك بداية فترة جديدة التي أطلق عليها بفترة الديات، وهذه المرحلة الثانية التي تمتد من سنة 1591 إلى 1610. لماذا 1610؟ هي فترة حكم عثمان دي، وهذا أهم دي عرفته البلاد التونسية، لأنه وضع حد لتاريخ البشوات والذين يمثلون السلطة الأساسية وممثلي السلطان العثماني بلاد تونسية. الحضور العثماني طبعا في البداية كان حضورا عسكريا صرفا، لأن الذين قدموا كانوا من الجيش الانكشاري، ولذلك كان الحاق تونس بالباب العالي وتحولها إلى إيالة عثمانية مرتبطا بحكم البشوات من 1574 تقريبا إلى سنة 1591، وكان حكما مباشرا، رغم أن هذا الحكم المباشر كان للبشوات فيه هامش من الاستقلالية، ذلك أن بشوات تونس لم يكونوا مطالبين بتلك الإتاوات التي كانت تطالب بها الممتلكات العثمانية في المشرق العربي، لكن هذا لم يمنع من عدم اندماج العنصر التركي الصرف في النسيج السكاني المحلي وانتهاجه إزاءه نوعا من السياسة التي يمكن أن نقول أنها قائمة على العنف وعلى التعسف. هذا العنف الذي يلخصه ابن أبي الضياف في قوله إن شعار التركي العربي خذ ماله وقت عرسه. والمرحلة الثالثة هي مرحلة البيات المراديون أو السلالة المرادية، تمتد من سنة 1630 إلى سنة 1702. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأكثر استقرار بالبلاد التونسية، وهي مرحلة السلالة أو العائلة الحسينية. الفترة الحسينية تمتد من 1705 إلى سنة 1881، ويجدر ملاحظة هنا هو الفارق بين الفترة المرادية التي انتهت في سنة 1702 والفترة الحسينية التي بدأت مع 1705، وجود 3 سنوات فارق، وكانت تلك مرحلة مفصلية في تاريخ تونس نتيجة التدخل الجزائري للبلاد التونسية والرغبة في ضمها إلى الحكم العثماني المباشر. الحضور العثماني بمدينة باجة يرجع بالأساس إلى أواخر القرن السادس عشر، من موقع أن حملة سنان باشا على البلاد ترافقت مع حضور مكثف للجيش الانكشاري، وقد كان من الطبيعي أن تتركز في هذه المدينة الحصينة، أن يتركز بها وجق من الجيش الانكشاري. هذا الجيش الانكشاري يشهد على حضوره القوي، على سبيل المثال معطى إذا التاريخ يتمثل في أن الداي الثاني في بلاد تونسية كاد أن يكون يعني آغة باجة، ذلك أنه بعد وفاة عثمان باي سنة 1610 نودي على عجم
باي الذي كان آغة قصبة باجة لتسلم السلطة، إلا أنه وصل إذن متأخرا فسلمت إذن السلطة إلى يوسف داي واستقر له الأمر، علما أن هذه الملاحظة التي تتفق عليها المصادر يؤكدها محمد صغير بن يوسف في كتابه التكميل المشفي للغليل، من حيث الحاح على أن عجم داي قد عاش بمدينة باجة وتوفي بها، وإلى الآن يعرف ضريحه في إحدى زواياها هي زاوية عبد الله نويل، وتعرف الزاوية بابنتين له من الصالحات تسميان ببنات عجم. القرن التاسع عشر هو بطبيعة الحال الفترة يعني هي الفترة الحسينية أكيد، لكن القرن التاسع عشر هو ما يعبر عنه المصادر بالقرن العصيب، هو قرن معروف بأزمة عرفتها البلاد التونسية خاصة مع يعني بعد وفاة حمود الباشا انطلاقا من 1815 بعد يعني إلغاء العديد من المعاهدات وخاصة التأكيد يعني إلغاء القرصنة أساسا. بداية من القرن بداية من 1815 بدأت تتراجع موارد الدولة، بدأت تدخل البلاد التونسية في أزمة حادة، أزمة بدأت تتبلور شيئا فشيئا لتتعمق تقريبا في فترة محمد صادق باي. هذه هذا القرن هو كان قرن عصيب. الحضور العثماني في هذه الفترة يعني كان يعني تقريبا بين في بين أخذ ورد، حتى تعاطي السلطة المركزية وتعاطي الباي مع الدولة العثمانية خاصة في فترة أحمد باي. نعرف جيدا أن أحمد باي في هذه الفترة تقريبا كان في حالة تذبذب أو حالة أخذ ورد، كان مرة يعني ينحاز نحو الإمبراطورية العثمانية، ثم مرة أخرى نجده أحمد باي يعني منحاز إلى فرنسا، وهذا المواقف هو خاصة يعني هي مناورة، وخاصة بعد إزاحة الأسرة القرملية من السلطة بطرابلس الغرب بطرابلس، كان أحمد باي يخشى أن وإعادة ليبيا إلى السلطة المركزية مباشرة إلى السلطان العثماني مباشرة. أحمد باي كان يخشى إذن أن يحصل له ما حصل للأسرة القرملية بطرابلس الغرب، وكان تارة يتوجه نحو الباب العالي ومرة أخرى نحو فرنسا، رغم أن الباب العالي طمأن أحمد باي أكثر من مرة بورقه وسماه مشير، المشير أحمد باشا باي، وتأكيد من السلطان العثماني أن أحمد باي هو على رأس السلطة في تونس. العثمانيون عندما وفدوا إلى البلاد التونسية كما ذكرنا آنفا كانوا على شكل طائفة عسكرية تمثل أقلية العددية لكن لها أغلبية سلطوية، أي أنها تمتلك كل مقاليد الحكم والسلطة، لكن وكانوا في الفترة الأولى كان السلطان العثماني يجبرهم على وضعية العزوبية ويستقرون بالحاميات والقشل العسكرية في حالة ولا حرمانهم من الزواج. لكن في فترة لاحقة وفترة سليم الثاني ابن سليمان القانوني تم تغيير القانون العسكري وسمح للأتراك العثمانيين والعسكر بالزواج ومصاهرة التونسيين، فكانت تلك مرحلة اندماج العسكر في المجتمع التونسي كونهم أفراد غير متزوجين ويرغبون في الاستقرار في التراب التونسي، فكانت عملية المصاهرة والزواج مع النساء التونسيات في أغلب المدن التونسية شمالها وجنوبها، لكن بصفة أكثر مدينة تونس ويطلق عليها الحاضرة، ثم الساحل التونسي نابل حمامات وبنسبة أكبر المهدية،
ثم نجدها بالكيف، قفصة، توزر إلى آخره. تطور هذا الحضور، لو نؤكد ذلك، هذا الحضور برز إلى اليوم من خلال الألقاب العائلية. الألقاب العائلية مثلا غاريونس، مثلا التركي، العديد من الألقاب، مثلا كذلك المراد إلى آخره. يعني هي ألقاب قدمت مع العثمانيين، وخاصة مع الجنود، وخاصة بعض الوظائف في الجيش أو بعض يعني الأعمال في الجيش، ارتبط اللقب بالوظيفة التي يقوم بها في الجيش يعني. وانتشرت هذه الألقاب، وما يؤكد ذلك هو التوصل للألقاب والتصاهر الذي حصل تصاهر يعني يؤكد يعني حضور كامل للعثمانيين بالبلاد التونسية. اندماج العنصر التركي الانكشاري الوافد في النسيج السكاني المحلي في الحقيقة سيتم عبر فترات، يمكن أن نختصرها في اقتران يعني العناصر الانكشارية بنساء محليات. يعني هذه الزيجات أو هذا الاقتران سيفضي إلى نشوء فئة اجتماعية جديدة سيطلق عليها اسم الكورغلية. والكورغلي أو الكورغلي جمع كورغلية هم الأتراك غير الأقحاح، يعني الأتراك من الجيل الثاني، أي الأتراك المنحدرين من أمهات تونسيات وأباء عثمانيين بشكل عام. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية مما يؤكد اندماج العنصر التركي في النسيج السكاني المحلي، على سبيل المثال بعض الشخصيات السياسية الهامة. إذا أخذنا شخصية حمودة باشا المرادي، نجد أن حمودة باشا سينشأ في أسرة تونسية، إحدى تونسية العريقة هي عائلة الدبابي، بحيث ستكون ثقافته هي غير ثقافة الفئة الوافدة من تركيا ومن العالم العثماني مفهومه الواسع، وإنما هي ثقافة جامعة بين العنصر الوافد والعنصر المحلي. حصل التصاهر من الأتراك، وبطبيعة الحال دائما نبقى مجتمع مترتب، هناك تراتبية. الأعيان بطبيعة الحال لهم يعني خصوصياتهم، ولهم يعني إن أردنا ذلك يعني شروطهم ربما، مميزاتهم أو سياقهم الذين يتفاعلون معه. والعامة الشعب بطبيعة الحال، يعني العامة إن أردنا ذلك بمصطلح يعني الوسيط، يعني كان كذلك لهم عالمهم وكان لهم تفاعلاتهم، وحصل تفاعل وتصاهر بين العامة والجنود الأتراك بطبيعة الحال. الأتراك يمكن أن نقسمه إلى الأتراك الحواضر وأتراك الجبل، واستقرارهم لم يكن فقط في المدن وإنما كذلك كان في الأرياف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا الاقتران كان إما بسبايا القرصنة البحرية، وإما بنساء محليات. ونحن مثلا مع الدولة الحسينية ومع علي تركي والد حسين ابن علي مؤسس الدولة الحسينية، إزاء شخصية عسكرية كانت يعني منتصبة بالكاف، واقتنت باثنتين من العائلات الكافية العريقة في إطار البحث عن تحالفات. يعني صارت مصاهرة أولى مع يعني أشنانفة، قبيلة أشنانفة، ومصاهرة ثانية مع قبيلة شرن، بحيث أن أخوال حسين بن علي هم يعني كما قلت إذن كافية، بمعنى يعني قبيلة شرن، وبمعنى يعني القبيلة الثانية وهي قبيلة الأشنانفة. هذه المرحلة كانت الدولة العثمانية بتونس تقدم امتيازات العسكري الذي يتزوج تونسية الحصول على الملكية الأراضي، فهم يعني أفراد لا يملكون إلا مرتباتهم أو جانب من الحصص التي تقدم من الضرائب التي توفر كمصادر لميزانية العسكر في تلك الفترة. ثم في مرحلة ثانية انتقل هؤلاء العسكر إلى مالكي أراضي،
ثم اندمجوا في المجتمع عن طريق التخاطب أي التأثير اللغوي. وما نلاحظه اليوم هو وجود العديد من الإرث اللغوي في الاستعمال اليومي. مثلا نأخذ على سبيل المثال الاقتراض اللغوي فيما يخص مثلا الملبس. كلمة قفطان هي من اللغة التركية. مثلا كلمة تيرزي هي من اللغة التركية. جبة هي من اللغة التركية. أيضا هناك مصطلحات في ميدان المأكل مثل البقلاوة، مثل الغريبة، مثل الكفتة، الكفتة إلى آخره، حيث كان التأثير الثقافي للأتراك العثمانيين بتونس متغلغل في الاستعمال التونسي دون علم منا وجهل بذلك. هذه مجموعة من المربعات الجليز مجلوبة من إزنيك من مدينة تركيا في القرن السادس عشر ميلادي العاشر هجري. هذه مجموعة من المربعات الجليز المحلية الصنع أي في الفترة العثمانية وهي تونسية. اليوم في زيارتنا لمعالم القيروان نجدها تكسو جدران الزوايا والمساجد. احنا توا في رواق ولقاعة النقائش واللي فيها القبريات والشواهد القبور اللي مصدرها مقبرة قريش اللي أقدم مقبرة في إفريقيا في تونس. وهذوما هما نماذج أولها يعود للعهد الأغلبي، ثم من العهد الفاطمي، ثم العهد الزيري، وفما من العهد الموحدي، وفما من العهد الحفصي إلى العهد العثماني. نحن متواجدين الآن في مكتبة يعني المخطوطات في مركز دراسات إسلامية بالقيروان. هذه المكتبة يعني تشتمل على العديد من المؤلفات الفقهية، تقريبا يعني أقدم قطعة منذ القرن السادس، ثم أيضا تشتمل على العديد من المصاحف من الفترة العثمانية، حتى أن العبدري حين جاء يعني رجح أن يكون هناك فيها مصحف من المصاحف العثمانية، ولكن هذا مستبعد. بعضهم يقول مصحف حقبة بن نافع، وانتقل فيما بعد إلى المغرب ثم إلى تركيا يعني إسطنبول. نفس النسخة نعم تبقى في القيروان، وهناك البيات يهدون إلى السلطة في الدولة العثمانية، كانوا يبعثون بالعديد من
المخطوطات والعديد من النفائس التي كانت في القيروان، فانتقلت بهذه الطريقة كذلك إلى المغرب. نحن الآن في القاعة العثمانية، هذه القاعة مخصصة للتاريخ العثماني بالبلاد التونسية، والتاريخ العثماني يبدأ في تونس منذ سنة 1574 حيث دخلت البلاد تحت سلطة إسطنبول بعد صراع طويل بين الدولة العثمانية وإسبانيا في البحر الأبيض المتوسط. تم إنشاء ولاية تونس و عين على رأسها والي يعين من إسطنبول، ودخلت تونس إذن داخل المنظومة العثمانية. نلاحظ هنا خريطة للوضع الجغرافي السياسي في آخر القرن الخامس عشر. هنا برج الرؤوس، وهو برج تم إنشاؤه من طرف العثمانيين في جزيرة جربة، وكانت الغاية منه هي ردع الإسبان وإثنائهم عن الدخول إلى السواحل التونسية، وتمت إزالة هذا البرج في سنة 1840 على يد أحمد باي في إطار الإصلاحات والتقارب مع أوروبا، وهو مشيد بجماجم الإسبان وتمت إزالته نظراً لما يكتسيه من صبغة ربما غير إنسانية أراد أحمد باي التخلي عنها. لنلاحظ هنا بعض الرايات للأساطير العثمانية، وهنا بيري رايس وهو من أكبر الجغرافيين الأتراك، وهو الذي وضع خريطة خليج الحمامات وتونس والحمامات والوطن القبلي وكذلك جزيرة جربة. ونلاحظ هنا كذلك بعض الأزياء للجيش الانكشاري الذي كان هو رمز القوة، وهو الذي يضمن تبعية الولاية التونسية لإسطنبول، وهذه الأزياء تم الحصول عليها بالتعاون مع الجانب التركي في إطار التعاون مع متحف الحربية في تركيا. نلاحظ هنا سفينة الشبك، وهي من أجود السفن التي كانت تبنى وتصنع في البلاد التونسية، ويتميز بخفة الحركة وبالسرعة في الإبحار. نلاحظ هنا بعض الأسلحة التي تعود إلى القرن السادس عشر والسابع عشر، يعني إلى العهد العثماني، وهي أسلحة فردية لقادة الجيش عادة، وهي موشحة بالذهب وعليها نقائش جميلة. نلاحظ هنا إذن بعض الأوعية التي كان تقاس بها كمية البارود التي تستعمل في تلك الأسلحة. هذا المدفع الذي يعتبر من أجود المدافع خلال القرن السادس عشر، وكان يستعمل على السفن الحربية، ويمثل تحول تكنولوجي لأنه أصبحت المدافع بعد هذا الإنجاز تلقم إذن من الخلف بعد أن كانت تلقم من الفوهة، إذن هو تحول تكنولوجي أثر في نشاط الجيوش وفي فاعليتها. هذا نموذج مصغر وقع إنجازه من طرف جيش البحر، من ورشات جيش البحر، وهو يمثل مدفع عثر عليه في سواحل بنزرت، وهو إذن من المدافع التي تعود إلى بداية القرن السادس عشر. هذه الراية هي نسخة من راية خير الدين بربروس، والنسخة الأصلية موجودة في متحف إسطنبول، ونقرأ في أعلى هذه الراية: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والمعلوم أن خير الدين بربروس كان من أكبر البحارة الذين تمكنوا من إخضاع
كامل المتوسط إذن إلى الدولة العثمانية، وتحدى الجيوش الإسبانية واستطاع إلحاق البلاد التونسية بالحظيرة العثمانية. لم تدم السيطرة العسكرية التركية على البلاد التونسية طويلاً، إذ سرعان ما بادر البيات المراديون ومن بعدهم البيات الحسينيون في التفكير في إنشاء نواة لجيش تونسي لحماً ودماً، ولكن هذه الفكرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ ولم تتبلور إلا في عهد أحمد بي في بداية القرن التاسع عشر، رغم أنها بدأت قبله ولكن لم تتبلور بصفة رسمية إلا مع أحمد بي الذي اعتلى الحكم في تونس سنة 1837، وبادر منذ السنة الأولى لتوليته إلى انتداب جنود من التونسيين لحما ودما لتعويض الجيش الانكشاري الذي كان يسيطر على البلاد التونسية بإمرة من إسطنبول. هذه اللوحة تمثل بعض جنود من الجيش الذي بعثه أحمد بي، ومن ضباط صف وجنود إذن ومختلف الأزياء التي خص بها أحمد بي الجيش الجديد الذي كونه، وكان متأثراً بالجيوش الأوروبية وبجيوش نابليون بونابرت، لذلك اختار أن يكون لباسه على النمط الأوروبي وخاصة الفرنسي. الحمد لله، هذه نسخة من مكتوب صدر من المعظم الأرفع مولانا وسيدنا المشير أحمد باشا باي لسائر القناصل بحاضرته تونس لا زالت به تؤنس. نصه بعد افتتاحه وتعيين اسم المخاطب به. أما بعد، فإن شروط ملك الآدمي ضيقة في ملتنا، فلذلك اقتضى نظرنا أن نمنع إدخال المملوك لعمالتنا. قام بعدة إصلاحات اجتماعية وسياسية، ولعل من أبرزها إلغاء العبودية، إلغاء الرق. وهنا نلاحظ هذه الوثيقة، وهي نسخة عن وثيقة أصلية بالأرشيف الوطني، وهي مراسلة من أحمد بي إلى القناصل المقيمين بتونس تتعلق بقراره إبطال أسواق العبيد وتحرير كل المولودين من أبنائهم، وصدرت في شهر ديسمبر 1842. أحمد بي عرف كذلك بزيارته الشهيرة إلى باريس، وهذه صورة لميدالية تذكارية ضربت بمناسبة هذه الزيارة، ويظهر هنا أحمد بي على وجه هذه العملة، وأن يمكن أن نقرأ هنا: ببركة الله تعالى وأمانه وصل إلى بلد باريس سعادة الملك الأعظم ذي الفضل والكرم معتق الرقاب السيد أحمد باشا باي صاحب تونس. وأخذ هذه التسمية بمعتق الرقاب، ونال عليها التكريم والحظوة على المستوى العالمي، ولأدل على ذلك من هذه الرسالة التي وردت على الباي الذي خلفه المشير الثالث من حاكم ولاية رود آيلاند الأمريكية، ويشكر فيها الباي محمد الصادق على إبطال القرصنة والعبودية وانتصاب الحكم القانوني بالمملكة التونسية، وهي بطبيعة الحال تتم لإنجازات أحمد باي. هذه اللوحة، وهي لوحة أصلية لرسام إيطالي، وتمثل جيش المحلة. ما هي المحلة؟ المحلة هي قوة عسكرية تكون تحت أمرة ولي العهد، وتوكل إليها مهمة حفظ النظام وجمع الضرائب في كامل تراب المملكة. فكانت تخرج المحلة في الشتاء إلى جهات الوسط والجنوب لجمع الضرائب المستوجبة عن منتوج الزيوت زيت الزيتون، وكذلك على التمور في الجنوب، وفي الصيف كانت تخرج إلى مناطق الشمال والشمال الغربي لتجمع الضرائب المستوجبة على الزراعات الكبرى وخاصة على الحبوب، وكان لها أيضا دور سياسي، فهي تفرض سلطة الباي في أي مجال تصله هذه المحلة، كما تفض النزاعات بين القبائل التي من فكت تتنازع من حين لآخر لأسباب مختلفة. إذن فهي تمثل سلطة الباي. هذا اللوحة تمثل البيات الحسينيين الذين تعاقبوا على حكم البلاد التونسية من 1705 حسين بن علي المؤسس للدولة العائلة الحسينية إلى آخر البيات، وهو محمد لمين باي الذي حكم إلى قيام الجمهورية سنة 1957.
هذا الجناح مخصص للفترة الحسينية أيضا، وهنا نلاحظ هذا الرسم لمؤسس هذا القصر حمودة باشا الحسيني، وهي لوحة زيتية مستوحاة من لوحة أصلية مودعة في متحف ستوكهولم في السويد. هنا كذلك نلاحظ بعض الأزياء لضباط الجيش التونسي في القرن التاسع عشر. هذه رشاش جاتلينك وهو أمريكي الصنع، واستعمله الجيش التونسي في القرن التاسع عشر، وهو يدل وهو نموذج أو دلالة على دخول المؤسسة العسكرية في تونس إلى التحديث منذ إنشائها. هذه اللوحة تمثل محمد الصادق باي وهو المشير الثالث. هذه اللوحة أصلية للرسام برتران، رسمها سنة 1865 وسماها مقتلة جلاس، وتوثق ردة فعل المحلة محلة الباي على الأهالي في جهة القيروان، ورد فعلها القاسي إثر ثورة علي بن غذام. وتلاحظون وقد رسمها وهو بناية على شهادة شهود عيان كانوا ينظرون لهذه المجزرة من النافذة، ولخص هذا المشهد في هذه اللوحة. كيف كان الحضور اليومي للأتراك من خلال الوظائف، من خلال المناصب، من خلال التصاهر، من خلال العائلات، من خلال المعيش اليومي، من خلال العادات الغذائية الواردة، من خلال التفاعل مع كذلك اللباس الموجود، اللباس اليوم تعود إلى أصول تركية. هذه الأقلية قد استقرت في بلاد مالكية، لكن هم ذو مذهب حنفي، ولتركيز هذا التوطن والاستقرار وتثبيت قدم هؤلاء الوافدين كان من الضرورة توفير أرضية ملائمة للعيش والاستقرار، وأهمها هو توفير العامل الديني، أين يتم ممارسة الطقوس الحنفية بكل أريحية. فأسست المساجد والجوامع الحنفية في تونس العاصمة، جامع يوسف دي على سبيل المثال، ومثلا في حتى في مدينة صفاقس هناك جامع الترك، في المهدية هناك العديد من الجوامع الحنفية، 7 جوامع حنفية من إجمالي 11 جامع موجود بمدينة المهدية. وهناك جوامع مالكية تم تحويلها إلى جوامع حنفية، وهذا ما ميز الجامع الحنفي. هناك بصمات معمارية على سبيل المثال، نأخذ شكل المنبر والمادة التي تم تشييدها الجامع، المنبر الحجري يميز الجوامع الحنفية، وتكون به قبة عبارة لها رمزية ثقافية، عبارة على في التصور المذهبي الحنفي عبارة على غيمة تحمي الإمام الحنفي من كل ما هو شر وتضفي إليه الطابع القدسي. المذهب الحنفي كان مذهب يعني إضافة للمذهب المالكي بطبيعة الحال، المذهب الحنفي كان في بعض الحالات هو يعدل حرارة الحياة الاجتماعية، يعني مع أن نعرف أن المذهب المالكي هو مذهب متشدد مقارنة بالمذهب المالكي، المذهب المالكي هو في بعض الحالات يجد يعني المفاتيح والفقهاء يجدون مخارج على يعني انطلاقا من المذهب المالكي، يعني الأزمات الاجتماعية كان المذهب المالكي في بعض الحالات هو يعني حل للأزمات الاجتماعية التي تحصل في المجتمع. وهنا ماذا يؤكد أن الأتراك والعثمانيين كان لهم حضور يعني نافذ. هناك أيضا التأثيرات العثمانية في المعمار المحلي، مثلا استعمال الجليز الإزنيقي وهو مستورد من مدينة إزنيق التركية. هناك أيضا شكل المئذنات الحنفية تكون مثمنة مثل جامع يوسف دي في تونس، أو تكون قلمية مثل جامع الحنفي بجربة. هناك أيضا المواد المستعملة التي تنوعت، أيضا هناك اللون، فاللون الأخضر ميز الجوامع أو بصفة عامة ميز الحنفيين المالكيين، فالعمامة
الخضراء هي صفة تميز الحنفيين، أما العمامة البيضاء فهي تميز المالكيين عنهم. الآن في قاعة الأسلحة المخصصة لأسلحة حرب القرم، ومعظم الأسلحة المعروضة في هذه القاعة شارك بها الجيش التونسي في حرب القرم إلى جانب الدولة العثمانية، وهي مؤلفة أساساً من بنادق وأسلحة فردية صنف سانتيتيان، ومن عدة يعني من عدة نماذج أغلبها إذن من مصانع سانتيتيان الفرنسية، كما نجد فيها أيضا بعض الرشاشات الأمريكية من نوع جاتلينج، وهي التي يعني تمكن الجيش التونسي من استعمالها خلال القرن 19، وهي من أقوى الأسلحة التي تم إنتاجها في تلك الفترة. نلاحظ هنا هذه اللوحة من الأسلحة الفردية صنف سانتيتيان، وهي في نفس الوقت طريقة للعرض وللحفظ وللأمانة التاريخية. طريقة العرض والحفظ هذه هي نفسها التي وضعها المكلفون بها في حراسة الباي، وتم نقلها كما هي من قصر باردو إلى المتحف العسكري الوطني، وحافظنا على هذه اللوحة على أصالتها نظرا لجمالها ولدقة صنعها وما تمثله من زخرفة في نفس الوقت للعرض وللحفظ. هنا على هذه اللوحة نلاحظ عودة الجيش التونسي من حرب القرم واستقبال الباي محمد باي له، لأنه وقت اللي رجع الجيش التونسي من حرب القرم كان أحمد باي قد توفي، وهنا خلفه محمد باي هو الذي استقبل البعثة التونسية لحرب القرم. وهنا كذلك السفن التي حملت الجنود التونسية من حرب القرم، ونلاحظ العلم التونسي على السفن التونسية، وكان مميزا لها وقد وضع بطبيعة الحال لتمييزها عن الجيش العثماني. نلاحظ هنا بعض الأوسمة التي منحها السلطان العثماني للجيش التونسي الذي شارك في حرب القرم وسنده ضد روسيا القيصرية، كما يمكن ملاحظة بعض الأوسمة مثل وسام مونتينيغرو أو الجبل الأسود. يمكن أن نقف هنا على محطة أساسية هي محطة حرب القرم سنة 1853-56، التي جند فيها المشير الأول أحمد باشا باي يعني أسطولا بحريا تونسيا، عدته ما لا يقل عن 15,000 جندي ومقاتل، يعني تحركوا باتجاه يعني تركيا في دعم لها في حربها هذه. ونحتفظ في الأرشيف الوطني التونسي على فرمان يعترف بهذا الدور التونسي الذي كان في هذه الحرب باتجاه معاضدة الباب العالي والإمبراطورية العثمانية. هناك علاقات عسكرية والتمثل في البعثات للعسكر التونسي للذهاب إلى الانتقال إلى حرب القرم سنة 1853، واختيار عدد من التونسيين الاستقرار في ذلك المجال، ولا يفوتنا ذكر وجود قرية تونس لار.
اليوم هناك عادات تونسية سواء الغناء أو الموسيقى أو الطبخ في تلك القرية، واليوم يرفع فيها العلم التونسي. هناك أيضا أحياء تونسية وجزائرية بإسطنبول تحمل هذا تحمل أسماء لتونسيين. ومن مخلفات هذا الحضور قرية في تركيا إلى الآن يبدو أن يعني فيلقا تونسيا أو لنقل كتيبة من كتائب الجيش التونسي وقتها قد تخلفت هناك أو اختارت أن تبقى في تركيا وأسست يعني قرية تسمى الآن تونس لار، أي قرية التونسيين. رغم الانفصال السياسي لتونس عن الخلافة أو الإمبراطورية العثمانية، لكن التواصل التجاري الثقافي ظل ثابتا، فهناك العديد من التجار التونسيين اختاروا الاستقرار بإسطنبول، مثل علي الجربي وهو معروف، هو تاجر شاشية بإسطنبول، قام وكان المؤسس الأول لعديد من المصانع التونسية بإسطنبول، بلغ عددها إلى 200 مصنع في تلك الفترة في القرن بداية القرن 18. كانت هناك معاهدات تجارية ما بين إسطنبول وتركيا بصفة عامة وتونس، تعفي التجار التونسيين من دفع الجمارك من أجل تبسيط العلاقات فيما بينهم. هذه اللوحة تمثل الجنرال خير الدين التونسي، وهو من أكبر المصلحين الذي عرفتهم بالتونسية خلال القرن 19، ويعود إليه الفضل في أنه ترأس أول جيش للخيالة التونسية التي بعثها أحمد بيه لأول مرة في البلاد التونسية، ثم يعود له الفضل في تحرير أول قانون للتجنيد في تونس، لأنه قانون التجنيد في تونس صدر سنة 1860 قبل الدستور، يعني الدستور صدر عام 1861 وقانون التجنيد صدر في سنة 1860 بتوصية من عهد الأمان الذي أوصى به إذن بوضع قانون لتجنيد التونسيين، وكتب هذا القانون في قصره في منوبة، و استأنس بالقانون التركي والفرنسي والإنجليزي وكيفه مع خصوصيات المجتمع التونسي. الدور الذي قام به الوزير مصلح خير الدين التونسي الذي لم يكن مصلحا إلا بتونسيته، من موقع أنه في الأصل مملوك جاء من أبخازيا الحالية، مملوك إذن عثماني، هذا المملوك العثماني ستحول إلى رجل دولة تونسي، أرجو الدولة التونسي هذا سيبلور مشروعا في الإصلاح السياسي والمؤسساتي كان رائدا فيه، لكنه لم يكن متفردا به، من موقع أنه حينما تفرغ لتحرير كتاب أقوى المسالك في معرفة أحوال الممالك وهو برنامجه في الإصلاح السياسي والمؤسساتي استدعى لقصره ما لا يقل عن 27 شخصية علمية مستنيرة من الزيتونة، بالإضافة إلى بعض المماليك من خريجي المدرسة الحربية بباردو على رأسهم الجنرال حسين. حضور خير الدين التونسي كان كيف سوى فترة قبل أن يصل إلى يعني الوزارة الكبرى أو حتى أثناء الوزارة الكبرى، وبعد ذلك بعد أن تنحى أرنا ذلك أو أجبروه عن التنحي والاستقالة، أين توجه خير الدين؟ بطبيعة الحال توجه إلى إسطنبول، توجه إلى تركيا. يعني هنا خير الدين كان فاعل في تاريخ البلاد التونسية، فترة الأنوار في البلاد التونسية كانت مع خير الدين، كانت مع أحمد ابن أبو الضياف، كذلك مع محمد بيرن الخامس، يعني كلهم وضعوا يعني لمسات وبقيت بصماتهم واضحة لليوم. السلطان عبد الحميد يعني يستدعي خير الدين مباشرة بعد تخليه عن مهامه السياسية في تونس إلى إسطنبول ليعرض عليه يعني منصبا سياسيا
في البداية اعتذر عنها، هو منصب وزير العدل بعد أن كان قد عينه وزيرا دون حقيبة، ليقتنع لاحقا وقد يعني حرر خير الدين في الحقيقة برنامجا في الإصلاح السياسي والمؤسساتي للإمبراطورية العثمانية برمتها، يعني يعرف اليوم تحت عنوان برنامجي أو مون بروغرام، دعاه إذن إلى استلام الصدارة العظمى أي رئاسة الحكومة. وبالفعل كانت له تجربة إذن سياسية حاول خلالها أن يعني ينقذ يعني الرجل المريض من السقوط. المبحث بتاعي وكتابي الأخير اللي هو حفريات في ذاكرة الموسيقى العسكرية التونسية من القرن 16 إلى القرن 19، كما تلاحظوا من خلال العنوان هو بحث حول الموسيقى العسكرية. واللي قادني البحث هذا ظروف طريفة، اللي أنا قضيت سنة في كملازم حصة في فوج الشرف، بالتالي معناها كنت عسكري وعسكري في مجال الموسيقى، ودخلت لها بحكم اختصاصي في الموسيقى. الأبحاث نتاعي حبيت نرجع ونجاوب على بعض التساؤلات اللي سألتها وقت لين كنت في فوج الشرف. كان سؤالي شنو هو تأثير الموسيقى التركية على الموسيقى التونسية؟ وجهت الأبحاث نتاعي الكل، رجعت لي كل ما هي وثائق أرشيفية، كل ما هي خاصة الكتب، كتب الرحالة اللي جاءوا معنا من بداية قدوم العثمانيين وحتى نهاية القرن التاسع عشان نقول الفترة الاستعمارية. قعدت نطالع جميع الكتب باللغات المختلفة ولوج على كل ما عنده علاقة بالموسيقى والموسيقى العسكرية خاصة وعلاقتها معناها هذه العثمانية. الحصيلة متاع البحث متاعي الكبير أنه الموسيقى التونسية العسكرية اللي ما زلنا حتى التو نمارسوا فيها هي موسيقى في الحقيقة نجم نقوله أنه أهم تراث موسيقي في تونس. تاريخ المهتر وهو الفرقة الموسيقية العسكرية التركية، تاريخها، أهم آلاتها، وأيضا خصوصية الموسيقى الهمايونية. هذه فرقة مهتر كانت كي الفرقة معناها عازف الزرنة، عازف النغرات، الطبل الكبير، السنوج،
وهنا البورو اللي هو بوق معدني، هذه الفرقة المصغرة. وكانت الفرقة دي باش نلقاها في الأسوار، باش نلقاها معناها في الأماكن الحدودية، باش نلقاها زادة تمشي مع المحلة العسكر اللي باش ياخذ المجبة والأداءات. والفرق الموسيقية هذه كانت تؤدي معناها ألحان موسيقية. الألحان منذ الفترة الحسينية ارتبطت بالملوف، وهنا ما سنكتشفه في هذا المخطوط أنه عنده علاقة كبيرة ياسر بالملوف، أي أصبحت الألحان مستمدة من الثقافة التونسية. ثم وثائق لقيناها في تركيا استعملناها في الكتابة ذي، وفما تدوينات نوتناها، معناتها تدوينات خاصة. حنا كي نقول الموسيقى العسكرية التونسية نمشيو في بالنا موسيقى البي. موسيقى البي هي شنية؟ هي موسيقى الفرقة العسكرية للبي، الخاصة بالبي. هذا الكتاب هو غاية السرور، مخطوط غاية السرور اللي تكتب سنة 1871 من طرف ثلاثة عسكريين ومدني. والكتاب هذا فيه مجموعة كبيرة ياسر، معناها هي أول المدونات الموسيقية التونسية، معناها بالنوتة السولفيج. يعبر الكتاب هذا على قوة التعليم اللي تلقاها العسكر التونسي في فترة أحمد باشا، ومعناها المدرسة الحربية والتعليم الموسيقي. وفي آخر المخطوط نلقاو بعض القطاع الآلية من قوالب موسيقية حربية، حربية تستعمل في الموسيقى العسكرية، واللي لهنا نلقاوها عندها أسماء تركية عثمانية. ولكن تحليلنا للموسيقى الموجودة باش نلقاوها هي نفس القوالب الملوف. أيضا نلقاو عدة قطاع موسيقية من أصل تركي كالباشارف. الباشارف هذه تلحنت، يعني نلقاو القالب تركي ولكن المضمون محتوى موسيقي تونسي، يعني طابع تونسي. هنا نلقاو اسم يتردد كبير ياسر اللي هو محمد رشيد باي، وقصر الوردة في منوبة، وهنا اختل به، ويقولوا معنا بعض المؤرخين سلم في الحكم الخوه علي، وهو بقى في القصر ذاك خاطر كان مغروم بالموسيقى وشاعر، وعندنا حتى أثار لبعض الشعر بتاعه. وبالتالي هنا رغم الأساطير ذي كن نشوفوها ماديا أثرت على الموسيقى المستهلكة عند العسكر. شنو معناها؟ على الموسيقى العسكرية منذ دخول العثمانيين البلاد عملت حدث، خاطر الموسيقى ما عاد شارة من إشارات الحكم ولا شارة من إشارات الملك، لا، وليت الموسيقى العسكرية رانا باش نسمعها في كامل تراب البلاد التونسية. الفرقة العسكرية دي تنفذ الممارسات الموسيقية العسكرية والاحتفالات الأعياد التي تقام في البلاط والخاصة بالبيات، خاصة في العهد الحسيني. ونعرف كون الموسيقى الفرقة العسكرية تميزت خاصة في عهد أحمد بي. أحمد بي وقتها تغيرت تركيبة الفرقة العسكرية من اللي كانت تتكون من آلات موسيقية كالزرنة كما تسمى في تركيا أو الزكرة، وبعض الآلات الإيقاعية كالطبل والنقارات، أصبحت تتكون من آلات نحاسية على الطريقة الأوروبية. وحدة هالموسيقى ذي وحدة التوانسة، ولات عندهم أيقونة صوتية، أنا سميتها الأيقونة الصوتية ريفيرانس عند التوانسة الكل، سواء يحبوها ولا يكرهوها. هذيك الموسيقى واللي بعديك باش تولي تسمى موسيقى البي، واللي هي موسيقى الدولة، واللي باش تستمر حتى ال 56 ومن بعد 56. عليه خاطر الموسيقى العسكرية إلى يومنا هذا عندها رصيد كبير ياسر، نجم نقولوا حتى 60% رصيد موسيقي يعود تاريخه لأكثر من 300 سنة من توا. و
ترسخت ثقافة الموسيقى العسكرية من خلال تكوين أو إنشاء المدرسة الحربية بباردو سنة 1940، والتي أنشأها أحمد بي منذ توليه للسلطة. وهذه المدرسة في الحقيقة قامت بنقلة نوعية في المجال الموسيقي في تونس. تقول لي أنت التنفيذ الأول متاعهم معناه كان تنفيذ عثماني، ما فماش مشكلة، أما هذايا معناه نحكيه على 1574 و75، معناه فترة قديمة. ولكن ما ننساوش أنه في ظرف وجيز تونس، في ظرف وجيز معناه بداية القرن 17، راهو باش نلقاو هالجيوش هذه الكل فقدت كل ما يربطها مباشرة ب معناها الأستانة والعاصمة. كون الثقافة الجديدة في تونس هي ثقافة التدوين من خلال المواد التعليمية اللي تلقاها في المدرسة، تكونت ومن خلال الأساتذة اللي جلبهم أحمد بي من أوروبا، من إيطاليا، من النمسا، من فرنسا، أهم مخطوط على الإطلاق لدراسة الموسيقى التونسية هو مخطوط غاية سرور المناء الجامعي لدقائق رقائق الموسيقى والغناء، الذي أُلف سنة 1872 من قبل ضباط العسكر خريجي المدرسة الحربية. يارم تركي، حربي ضيق، شرقي، شمبار، جرندلي، حلالو، لاشنار، وهم تسميات ومفردات تركية، هم في الحقيقة أسماء لقوالب كما معناها البشراف، معناها البقاء ذي معروف أكثر اللي نسميه احنا بشرف حاليا، هي قوالب موسيقية معناها عندها سير إيقاعي ولحني مخصوص، مهمين ياسر القطاع ذوما على خاطر هم من الذاكرة الموسيقية العسكرية اللي ربما تعود إلى بداية قدوم معناها كما نقولوا الفرق الموسيقية العسكرية المهتر النواة الأولى معناها العثمانية. ووقعت معناها بقات الأسماء هذه، أما احنا إذا باش نشوفوا معناها الموسيقى وال معناها المحتوى الموسيقي هو محتوى موسيقي يعتمد على الطبوع التونسية وخطوط لحنية وإيقاعية تونسية. المخطوط اللي ذكرته هذايا فيه مارشات تركية، فيه تدوينات لمارشات تركية. مارشات تركية تقع يعني قطعة موسيقية آلية مكتوب عليها مارش تركي. مارش تركي إما يكون على ملحن في سلم غربي صغير أو كبير، وإلا في طبع تونسي. المارشات التركية معروفين برزت في أوروبا في القرن النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وشكون تميز بهم؟ برزوا في تلحين وتأليف تأليفات كبار الموسيقيين على غرار موزار وبيتهوفن.
تجن.